هذه المدونة الصوتية قدمت لكم من معهد نور الهدى، المعهد العالمي للعلوم الشرعية. ساعدنا في نشر الهدي النبوي وإيصاله إلى ملايين الناس حول العالم من خلال دعمك الشهري لهذا المعهد ولو بمبلغ 10 دولارات شهريا. اضغط تبرع على موقعنا ar.seekersguidance.org. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمه، على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ونحن عندما نشرح هذه الحكم نحن نستمطر نعمة الإمداد. اللهم مدنا بمدد من عندك، بمدد الكلام وبمدد القلب وبمدد الفكر، فنحن لا يمكننا يا ربنا يا عظيم أن ننطق بكلمتين إلا من علمك سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم ارزقنا الافتخار إليك وأمدنا بمدد من عندك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد، مصدر الفضائل ومصدر الخلق. اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه. الحكمة الآن: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ كيف تخرق لك العوائد، أي كيف تكون مميزا عن غيرك باستقامتك ودينك وثباتك؟ كيف تطلب هذا وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ لا تطمح بأن يتغير عطاء الله لك إن لم تغير من نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يمكن أن نضع عنوانا لهذه الحكمة: غير عاداتك إلى الأفضل. أرجع إلى الحكمة: كيف تخرق لك العوائد، أي كيف تكون إنسانا مميزا، كيف تتميز عن غيرك باستقامتك وبنسبتك إلى الله عز وجل. تميز عن غيرك بأن يظهر نسبك، قل يا عبادي، هذه ياء النسبة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يكسوك الله عز وجل عندما تخرق لك العوائد، يكسوك ثوب العز ويكسوك ثوب الغنى ويعطيك ثوب العطاء، ولكن كل ذلك هو من إكرام الله لك. فإذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. مما يخرق الله لك العوائد أن يجري الله الخير على يديك ويجعلك بابا لقضاء حوائج خلقه. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أن تكون مغيثا للملهوف، أن تكون مساعدا للفقير، أن تتوسط للناس لقضاء حوائجهم. فإن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج عباده وهم الآمنون من عذاب الله، فإنهم تواضعوا لله وقاموا بحقها أكمل الله لهم هذه المنة، وإنهم تأففوا منها وتركوها فإن الله يأخذ كرامته عنهم ويعطيها إلى غيرهم. اللهم لا تسلب ما أنعمت ولا تهتك عنا ما سترت برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا تخرق لك العوائد بأن تكون مستقيما ثابتا، يوفقك الله لقضاء حاجات عباده. إذا قضيت حاجة لعبد فإياك أن تشهد ذاتك، اشهد الموفق، فإن الله تعالى هو الذي قضى الحاجة ولكن نسبها إليك حتى تتشجع أكثر. وإذا ما جاءك من يمدحك بأنك قضيت حاجتي وبأنك ساعدتني، فإياك أن يكون فيك موضع لتتأثر بهذا الكلام، وإنما ضعها في فضل الله تعالى، وعليك أن تسبح ضمن أمواج الفضل الإلهي. فإذا أكرمك الله بطاعته وجعل الله تفريج الكروبات عن طريقك وعن يديك، جعلك غنيا حتى تتبرع، جعلك عالما حتى تعلم، جعلك إنسانا مسموع الكلمة حتى توسطت الناس في قضاء حوائجهم، هذا يمكن أن يحدث إذا
تحققت أنت بخرق عوائد نفسك. مثال ماذا؟ الفرار من الهوى والشهوة طلبا للحق. نفسك تشتهي الشهرة، فاهرب من الشهرة واطلب الحق. يقول أحدهم: ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا. وهذا واضح في كلام الله عز وجل. ففروا إلى الله، فر من المدح إلى الله، فر من ذاتك إلى الله، فر من مرتبتك إلى الله، كن فقيرا. كان بعضهم يدعو هذا الدعاء الرائع: اللهم اجعلني في عين نفسي فقيرا وفي عين الناس كبيرا. بمعنى إذا نظر الإنسان إلى نفسه بعين الفقر والذل والعجز فإن الله تعالى يكسوه مهابة فيراه الناس عظيما ويقدرونه. فإذا طمعت في تقدير الناس، وإياك أن تطمع، اعمل العمل لوجه الله لا ليمدحك الناس ولا ليثنوا عليك خيرا. العوائد تخرق من نفسك بثلاث حالات: الفرار من الهوى والشهوة طلبا للحق. الثانية قريبة منها: الانحياش للحق وقوفا على الحقيقة. يعني الحقيقة أن الحق هو الذي وفقك، فلماذا ترى نفسك؟ فإذا مدحك إنسان فتأكد بأنه يمدح الذي وفقك، فكن أهلا لكي تلبس هذا الثوب وهو خدمة الناس وشهود الموفق وهو الله تبارك وتعالى. ثم أن تكتفي بالله إعراضا عن جميع الخلق. يقول أحدهم: قال لي حسن كل شيء تجلى بي تملى، أي قف عندي، قف عند المظاهر. فقلت: قصدي وراك. ما معنى ذلك؟ قصدي إرضاء الحق تبارك وتعالى. ما أكثر في القرآن الكريم ما ذكر: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله في سبيل الله يريدون وجهه. هذه تقطع عنا كل أمل في ثناء مخلوق، في مكافأة مخلوق. فاطلب أنت المكافأة من الذي وفقك لما أنت فيه، والحمد لله رب العالمين. شكرا على استماعك إلى هذه المدونة الصوتية التي تم تقديمها إليك من معهد نور الهدى، المعهد العالمي للعلوم الشرعية. زورونا على الرابط ar.seekersguidance.org للوصول إلى علوم شرعية موثوقة تدرس من قبل علماء مؤهلين. نحن نقدم عددا من الدورات والمدونات الصوتية والمقالات والفتاوى على نطاق واسع. نود منك دعمنا في نشر العلوم الإسلامية المجانية وإيصالها إلى الملايين من الناس حول العالم من خلال التزامك الشهري معنا. ابدأ من اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فلا تنس أن تشيع هذه المدونات لتسهم في نشر الهدي النبوي.